رجعنا لكم في الجزء الاخير من كلام الناس بعد ما شفنا سي العجمي الوريمي حكينا معاه على السياسه، شفنا كيف نوال غشام حكيت لنا على جديدها في 2013، وحكينا على الكوره وايضا على السياسه مع فوزي البنزرتي. خلينا نستقبل لاول مره في حوار تلفزي وسيم الحريسي. مرحبا بك وسيم. يعيش، مرحبا بك انت. علاش اول مره في حوار تلفزي؟ حشمه برشا ياسر، برشا عباد ما يعرفوش عليك برشا حكايات. معناتها نعرفوهم اليوم. انا اليوم مش نحاول نتعرف عليك من خلال نشوف الضيوف اللي حاضرين معايا يعرفوك ولا لا. مثلا تعرفش سي العجمي وين قرا سي وسيم؟ اول صعب بالوجه نعرف. انا التفاصيل الاخرى ما نعرفش، اما سمعته كما الناس كل حسب رايك سمعته. فين ينجم السيد هذا يكون قرا؟ فين حسب رايك ينجم يكون عمل تعليمه العالي؟ في الشيشان. باهي نوال يجاوبنا هو تنسمع. نوال نعرف اللي هو في رومانيا ولا اوكرانيا؟ اوكرانيا. اوكرانيا صحيح. اوكرانيا صحيح. شنو قرا؟ سي فوزي. حسب رايك السيد هذا شنو قرا؟ قرا حسب رايي تونيسير، معناتها شنو يقرا؟ شنو نجم يكون قاري؟ فارماسي زعما. تقول انت. سي العجم. ممكن يكون هندسه. هندسه. نوال. لا ما نعرفش بالضبط. شنو قريت؟ حاجة في علم اجتماع. هذا علم اجتماع زعما. انا مش فاهم روحي في علم اجتماع. شنو قريت؟ كونستركسيون نافال عملت. كونستركسيون نافال؟ نافال اي. اش معناتها هذي؟ نعمل ميكانيك باتو، بنصنع باتوات كل شيء. ومن الكونستركسيون نافال جيت تخدم في تونيسير تونيسير وبعد موزايك وبعد بحذيك. أول خدمة خدمها، فين أول خدمة خدمها السيد هذا؟ سي عجب. في فرح. لا أدري. لا أدري. نوال. ذولي موزايك ما نعرفش. موزايك. جو بونس. في كيب تاع كورة زعما؟ لا. ما بتصورش انا بتاعي كيف كوره تو. هذا اللي بدون كوره تو. فهمت ولا؟ اول خدمه خدمت؟ اول خدمه خدمتها كي روحت من اوكرانيا خدمت في تونيسير. شنو خدمت؟ خدمت اجون ديسكال عام ونص. شو معناتها اجون ديسكال باش الناس تفهم؟ اجون ديسكال اللي يبدا قاعد ويجيبوا له الباجاج يقول له بدا ولح حبيب رسمك راه عندي 10 كيلو زايدين خلينا نتعدوا. هذيك انا خدمتك اللي يقولوا لا. اي امام الباتو للطياره؟ ما كملتش في اوكرانيا عاد. ما كملتش في اوكرانيا. هي القرايه نتاع 5 سنين عملت عامين ونص سنة. علاش روحت فديت؟ زوز باين. صار يعني بي. قرس. أول شخصية قلدتها في العزم. ما عرفتش تقليدها ما كل حال هو يؤدي عدة شخصيات في نفس الوقت. اللي هما ابتكرهم هو نفسه معناها، بالتالي ما نعرفش بالنسبة للشخصيات الموجودة في تونس شكون قلد. نوال. إذا كان من اللي نسمعوهم معروفين. من جماعته وين؟ من جماعته هو جماعة الحي اللوطاني. إي. ما يكون هذاك السيد اللي يشرب ياسر جازوز في فرنسا هذاك. خليفر. سي فوزي. تسمع ميغال ولا؟ ولا كان وقت يقلبك؟ أنا ما نحبش نسمعه. ما تحبش تسمع عليه؟ يكثر لها شويه معناتها، ولو هو طلب مني الاذن قلت له اوكي خذ راحتك ما عنديش مشكل. هذا قبل الثوره معناتها، خاطر امن انا بحريه الراي بحريه التعبير وبحريه الفن. اما ينزلها شويه. ايه ينزلها شويه ما يهمش. ينزلها في بعض الاحيان ينزلني مش نزل. اي اول شخصيه قلدتها في الراديو اول بيرسوناج ميغال وباتا فهم. وقبل؟ قبل نسلم حد حتى لي سورفيون تاع الليسي كنت قلدها. الكل؟ الكل. أول مشكلة صارت لك مع شخصية قلدتها؟ قبل ما كانتش فما مشكلة مع لي بيرسوناج، خاطر ما كانوش دي بوليتيسيان تقلدهم. أول واحد هو حمل همامي. صارت لك مع مشكلة؟ نقول لك حاجة تغششت، أنا أول مرة قلدني تغششت عليه. علاش؟ خاطر راضي قالت لي مش باهي. بالحق أول واحد تغش هو حمل همامي، ما تغششش على الفاسون اللي قلدته بها، ما تغشش كيفاش ديما ضد أنا حمل همامي دي ضد ضي وضد ضك وضد ضك وضد ضك تغش. قابلته قال لي نقول لك حاجة، تعرف علاش نقول أنا ضد؟ خاطرني أول واحد قال ضد بن علي، هذاك علاش شدت فيا الكلمة. قال لي ما عادش تقول أنا كحمل همامي، قول أنا كحزب العمال. قلت له باه، من غدوة سجلت أنا كحمل همامي. قال لي شنو مش تهمنا فيها. أما شكون آخر؟ شكون آخر؟ يظل لي كان جوست جات من حمى وقبل من علي الحاصلي. سيدي تغشش. وشنو السبب مع علي؟ قال لي كيفاش تعملوا لي لاطي هكا؟ أنا في الجنيول ديما نحركوا له راسهم نعملوا هكا. ما عجبتوش هو تيك عنده يعمل هكا. تغشش منها وحتى توفيق العبيري تغش قبل الثوره زاد تغش. لا توفيق عاد صديقي. توفيق اي شو صديقي عنده تعليق رياضي ممتاز.
أول حاجة قال توفيق العبيدي كرة أرضية 400 فوق العارضة بقليل فسر لي وقتها كيفاش أرضية فوق العارضة فسر لي أرضية حتى بلاك كيفاش تجي هذه كرة أرضية فوق العارضة فوزي عنده فلسفته الخالصة وحر يعني في التعليق نتاعه والتعليق نتاعه ضامر يعني مش باش نقبلوها معناتها زلت لساني بلاش تكنيك ما علموهالكمش في التدريب هذه انك تضرب كرة أرضية تجي فوق العارضة بقليل كابتن ماجد يعملها الحكاية هذه هو توفيق العبيدي كانوا يعلق على كابتن ماجد لا لو كان توفيق العبيدي يعلق على كابتن ماجد كيفاش تكون الحكاية؟ تمشي كرة بسام بسام نذكر اللي شقيق ويبيع في جرايد في يعطيك تاريخه الكل كمان كبير يا رعد كل وعنده فما سبور اخر زاد في الناتاسيون نذكر اللي سباحه حره 50 متر حواجز كيفاش حواجز ايش مشكلتك يا سيدي انا ذاك النهار دخلت على الفيسبوك نتاعك اي ويا هول ما رايت ما رايت ملابس قالي ملابس رايت هذا البوست اقراه انت بصوتك ايوه عفوا يا توفيق العبيدي ويا ميغالو باهتا ويا حسن سمانتا يلقى لابس كانوا حاجه مني ما تو ولاو ياخذوا مني شنو هي الحكايه؟ تفجعت انا نهارت شنو هي الحكايه دي؟ يا اخي مش تغادر اللوجيك السياسي؟ والله حبيت نعمل جس نبض مش باش نغادر حبيت جس نبض نتاع العباد معناها فما اسكو العباد فدوا من الجينيول ولا تفلم معناتها؟ مش نفهم نقولوا باهي نفلم انت قلت فن خلينا نفل فل خلينا جس في النبض وش حسيت؟ جس نبض شو قال لك النبض؟ النبض والله قال لي يقعد مش تقعد شنقعد باهي انا الحكايه علاش شدت انتباهي على خاطر ليامات الاخرى كثرت عليك الكلمات كيما قالوا شدوك دروك هذيك في الصيف عاد هي قالوا شدوه بماده مخدره انت تتعاطى ولا تبيع؟ انا تو نضيفك مستعد تو حتى نضيف الحكايه صحيحه ولا لا؟ لا انا ما فهمتش منها به قالوا انك عملت حادث مرور لطيف انا كان فوت 60 بالكهرباء بابا بي ما منهاش بطيط انا داير قبيل ما منهاش ما فماش منها باهي شنو هي الحكايه انه ما عطاوكش الباسبور نتاعك حكايه الباسبور صارت لي طبعا صارت لي قبل 14 جانفي حكايه الباسبور روشيرشي لا مشيت باش نعاود باسبوري خذوا الباسبور مشيت للداخليه ضربت ساعه ونص وما سالوا فيها في اسئله مثلا نتاعك شكون يكتب لك شكون عندك يصلي في الدار بوك يصلي ولا عمتك تصلي هذه الحكايه تنحات بعد الثوره هات باسبورك وكا قاعد تحريات مش تحرم عليش عندي خير تحرم على الارهابيين الاخرين تبع فيانا عباد عندها سلاح تبع فيانا ايش عندي وخذيت باسبورك تحريات تو عطوني ليه مازال ما رجعت عطوني روسو باهي شد يدك بروسو من اوكرانيا الخليقة تي في خليقة اللي تعرفت برشا على الانترنت قبل الموزايك الموزايك كيفاه قداش لوجيك هكا ولا اي بعدين تونس 2050 بعدين لوجيك السياسي لوجيك السياسي التمساح كيفاش الانتقال من مرحله لمرحله كيفاش تصير وبالاصوات نتاعهم اعطيني نبدا لك بالخليقه تي في سيكونس نتاع يا حسين مش هذيك هذايا هو دي نو ليس دبليو ثري هذيك بدات والله تفادليك في الدار وحدي نحط فيها ميم با حتى فيسبوك ما عنديش وقت ناخذ في لي سيكونس تاع الاسكارس وقتها نحط عليهم في الصوت من عملت فيسبوك اربع من اصحابي اللي قراوا معايا معناها حطيتها في فيسبوك مشيت نجحت ضربت معناها شو ضربت معناها ضربت عند 200 عبد ماكسيموم هكا بعد كلموني موزايك عملت باساج مع نوفل في موزايك شو وقتها يا اخي شيخ عليها وقتها الديريكتور نتاع موزايك عيط لي تقابلت انا وياه ديما بروبوزي قال لي باش تخدم معنا خفت انا من الاول قلت حكايه نتاعها باش مش نتاع كل يوم باش تولي فماش ماتيال نتاع كل يوم انا نعمل فيها مره في الشهر كنت ولا مره في الثلاثة جمعات وفي الدار ما عندك لا بريسيون لا حظر قعدت 3 موا ومن بعد معناها 3 موا كي عطاني هو البروبوزيسيون قعدت نخمم ازيتي بين نمشي ولا نمشيش ومن بعد مشيت معاه من غاديك جاتني 2050 انت غلطت قبيل خي صلح معلوماتك مش عادي هيك مشيت ل 2050 ومن 2050 جيت الكاكتوس خدمنا في ستاد 7 وقتها وخدمنا في رمضان ومن بعد جاي لوجيك سياسي يقول لك فورماسيون بوزيسيون توفيق العبيدي ولا عادي فيهم حضرات النظار ومن بعد تمساح اللي شربتها فيه انا التمساح الترانزيسيون هذه بالنسبه ليك معقوله باهيه كيفاش تشوفها كيفاش تشوف الكارير نتاعك مالكها تتحكم فيها ما انتكش تتحكم فيها كيفاش تقيمها والله كيفاش قلت لك كيفاش مشيت انا نشوفها كي حسب ما انا نشوفها
شوفها باهي خاطر ما مجاوش كل مع بعضهم باريتاب هكا بدات بخليقه تي في سور انترنت عندك ماس صغيره معناها اللي زانترنت يتبعوا فيه بعد جات الراديو اللي اسمه ليزوديتور اللي يسمعوا فيك معناها جات كلها باريتاب حتى لاباريسيون جات في التلفزه نتاع التمساح ما عملتش فيها حاجه اللي قاعد نعمل فيها في الراديو اللي هي مثلا ليميتاسيون قاعد نقلد خرجت كوسيم وسيم شميتي عباد لعما تمساح وانا وسيم شميتي تبعناك في موزايك في هاللقطات المصوره هذه مصوره اي مي قالوا هو في الاصل كلمه خليطه مي قالوا يقولون قولا دخلنا الى اروقه موزايك اف ام فوجدناه يعمل بكل جهد نعم بكل جهد ار 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 خي سلام بي سلام بي موزيك اخوي ار 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 طلبنا منه ان يسمعنا بعضا مما يحضر فتحل في العريض عفوا في العريض هكذا تصير احسن وزير هكذا تبدا اقوى وتيلا وافتح يا ثورة افتح سكر افتح سكر ميقالوا هذا لسانه طويل حجة العربي زميله مسلمش منه لازم برا لي لازم العربي المازني ضرب استيكاج باش يقد الطول نتاعه وريت عنده ليل طايح شويه كي احكم احكم اخيتي احكم واعطيه الغناء وسيبه يا بابا يسمع دربوك يتخبر احكم اخيتي قدامنا سالناه عن وظيفته فقال لا والله رابحين فيا هنا كيفاه قلد ونسجل ونخدم تكنيسيان زاد كل شيء ديريكتور ساعة كل شيء ونعس برا ونصب بكل شيء صح شكاد توفيق العبيدي صديقه الودود إن لم نقل اللدود وعندك التشكيلة نتاعو كيفاه؟ أخرف الشلفاوي نذكر لعب في جوهانسبورغ الإيطالي أخرف الشلفاوي لعب في جوهانسبورغ الإيطالي ولما يحطوه هو يعلق في الأطراح أحمد إبراهيم كذلك هو من أصدقائه المخلصين نعم المخلصين واجي شكورة لي رشيد عمار رشيد عمار مغادي قصة لي واجي طبعا طبعا لنف الولادي باش مقولوش الثاني ونقصونا بلا ماشي وجيش في التراخ هذا مش معقول هاي سيدي كام يجيش حتى عندما طلبنا منه كلمة إلى الشعب التونسي الشقيق نعم الشقيق فقال لنا خي الشعب التونسي اسمع حالتنا وفي متعب أصل من نبي محمد متعبة نعم متعبة كان هذا محدثكم جميل الدخلاوي هذه الجولة بصوت من جهة جميل الدخلاوي لكن الصوت بطبيعة سامي المزغني سامي المزغني نعم هل قلد جيدا سامي المزغني في الأصل مزغني مزثم تغثم هي كلمة بيزنطية تنتلت في بالي أنا من الأول وبعد نسمع فيه السيد ثم برشا نسخ خرجوا من ميغالو من وسيم من اليوم بعد شفنا مثلا 2050 في الفيرسيون 2 ولات شفنا بهته شفنا برشا ولات كان لغه جديده كانه ثم نوع اخر من اللغه تخلق في جره حتى الممثلين المحترفين ولاو يقلدوا فيه يا ولدي لحظه تقول لي كيف جاي الامور كلها مجيشه تفصل لك شنو الحكايه مش حتى ما عادش يقلدوا في البيرسوناج نتاع وسيم ولاو يقلدوا في وسيم نقول لك مثلا وي في الجينيول نتاع نسمه جينيون نسمة اللي يعملوا في الفوا ما همش قاعدين يقلدوا في البيرسوناج مثلا جودي نامبورت كوا نقولوا نحن اي ماريونيت اكس ما يقلدوش العروسه هذيك مثلا مولاها اللي يحكي بها يقلدوا في انا كيفاش نقلد فيها فما دي بيرسوناج كيما محمد ابراهيم عنده حاجات عمره ما يقول شو اللي عملتوا هذه موسيقى ما يقولهمش في الدنيا هما ولاو حتى في الجينيون نتاعهم يقولوا فيها الضحكه نتاع الباجي كلها حاجه نقز عليه الشيخ قبل كي يتكلم ما يتفقوش بها هذيك جدا هذه الامور متاعته جدا ولا يعرفها اما هذا نجاح خلي كمل كمل الوزير الاولاني سي حمادي كيف كيف والله البطاريه الشرعيه الحزبيه هذا الكل الكلمات قالها مره ولا حتى معنا في الجنيول نتاعهم يقلدوا في وسيم كيفاش يقلد في البيرسوناج الاصليين يا عجبتك الحكايه ولا مش ترفع عليهم قضيه ما رفعش بهم قضيه خلينا نشكي فيهم من ربي ما نبي محمدش كيفهم من ربي وباهي بهتة شفنا مثلا يونس الفارحي قلد بهتة مثلا قلد بهتة وقابلته في موزايك حكيت انا وياه قال لي بهتة انا عملته قلت يعطيك الصحة قلت قال لي وانا قبل كنت في الاذاعة الوطنية ولا في اذاعة شباب قال لي ضربت بيه 7 سنين
وانت اللي سرقته عمره 10 سنين فهمت شويه ضربه بسبع سنين وانت اللي سرقته انا سرقته يا حبيبي مش سرقوا تيو جيت معك في احنا هكا معايا بهته وقتها هكا ولا يا حصلوا انه حصلوا يا حبيبي انت قبيله داخل بالك بين باتا وميقالو باتا اللي بشيخ وسوار باتا صار بشيخ وسوار باتا بشيخ وسوار ساعات العباد بتسمع في سيس خوك ياخذوا يعطيك رمارك خشينا ياسر نهار نحكي انا واحد عملت باتا وسوار مشاو مع بعضهم الاوتيل في الحمامات قابلت السيده هذايا نحكي قال لي اسمع عملت غلطه قد راسك قال لي كيفاش يهز الاوتيل ومش معرس به اما هاو بالكاشف توا جاي اللي تنجم تهز شكون للاوتيل وانت ماكش معرس به تو معنا شكون تقصد فهموني فهموني باهي نحب نوريك تصاور كالعاده كالناس الكل وريني تصاور باش تقول لي شكون قابلت من التصاور هذوما من الشخصيات هذيا وشنو قالوا لك اما باش تجاوبني بصوتهم كالعاده معناها بصوت التصوير الفريق قابلت نعم ام لا وش قالوا لك التصوير الاول الشيخ راشد الغنوشي قابلته مرتي اش قال اش نقول لك اش قال لي من بعد المره الاولانيه كي قابلته ما عرفنيش هو كي شافني عاد مش فما شكون يخدم معانا قالوا هذا اللي يعمل سيس خوك يعمل قال قال لي عندك موهبه كبيره والحمد لله لازم يعني تحافظ عليها وما تجيش الناس الكل قلت له تسمع في سيس خوك بعض الاحيان قال لي مش ديما مش ميت نهار كامل شاددني في جدا 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 خلاني جيت من جدا هذه المره الاولى ابري موا ولا دو موا عاود جاي للراديو دخلت قلت له شيخ تبع في سيسخو ولا عمري سمعته قسما بالله قال لي ولا عمري سمعته قلت له قال لي ما نحبش نسمعها باش ما نجيش يعني نكلمك مو بجيش وقالنا كارني انا قلت ماك سمعتني قبل قلت ما يسالش حكايه وفتاع هات اللي بعدها هات اللي بعد المعلم على ضايع هاي لا هاي وزيك هاي وزيك قابلت ولا قابلت وي شو قال قال لي برشا كلام ما يتقالش وي قول لنا اللي يتقال منه قال لي لزيت لي شوية راك لزيت لي شوية وتغش ولا لا والله لا حتى دانيير ما في تونيفيزيون صوروا معاه قال لا بالعكس انا مع حريه التعبير وحر يحب يتكلم اللي يتكلم يظل لي عنده شويه بابه في فمه واحده قبل حس بعد عندك الخبز الكبير تاع كوشة المغراوي مو يعملوا برشا بابه تاع خبز ابو كيلو فيها زوز كيلو عنده شويه بابه من الوعل متنعم ما يجيش متنعم شوف التصوير اللي بعد الغراب ايه يا غالي حبيبي شكرا فجاه يا غالي قابلته سي مختار ولا المخ قابلته برشا مراتين اقوى لقطه صارت انا وياه مره يطلب فيا قال لي انا في دار نو باش نعمل في دونج كهرباء تقابل واحده موزايك نعمل قهوه قلت له به قعدت في القهوه يكلم فيا ما زدتش تليفونا هو في الباب نتاع القهوه يغزر لي هو يحط التليفون جاني دخلت او القهوه معناها نغزر لك وما تنسى تليفون قلت له استنى قلت له والله ليه سي مختار قلت له ليه سي مختار قاعد نغزر غادي في المرية فقت بيك اللي انت غاديك بالعاني عملتها لك طفى الضوء ضربنا صيف ساعه في القهوه من بعد جا مروح كي قام اما نقول لك حاجه غرابي قال لي هذيك التلفزه ماهيش ملايا فاق من الحكايه الكل وكي جا مع علاء قال لي انا كلمته في فلسطين بالعكس فماش من الحكايه هو طلبني من فلسطين باش يكذب انه الصحافي باش يكذب الكلام اللي كتبه الصحافي قال لي بالعكس يا غالي ما فماش منه كلام هذاك قال لي دايما انا الصباح كي نقوم نحط ونسمع ميقال وبهت ويكسبوا نزم الناس خاطر يا اللي بعده عاد تحب تصوير اخر؟ لا تحب تصوير اخر هذه النائبه الاخت جوهر التيس ما قلدتهاش ما نجمش قلد نساء لكن صارت لك معها اشكاليه هي عملت اشكال وحدها بعد جميل دخلاوي تقرير نتاع التاسعة مساء في الباج نتاعها على الفيسبوك حببت ما حبت في العسلي نعم قالت لي لما كنت انا في الجبال وطالع قصص ما نعرفش شكون قال لي انت وقتها كنت الكاميراوات نتاعك تصور في بن علي ما جبتهاش وشنو هي العلاقة؟
كاميراويت انا تليفوني عندي تليفون بلاش مصور انا مش كاميراويت. خليها تحكي اللي تحب. غلطه فيك معناتها؟ اه غلطه في شخصك؟ يظهر لي غلطت في جميل الدخلاوي. كي سمعت التقرير بصوت جميل الدخلاوي في بالها جميل الدخلاوي. هو جميل الدخلاوي ده مره نحكي انا وياه على الفيس بعد ما تعديت. احنا ما احناش فاهمين الحكايه معناتها المشاهدين مش احكي لنا شنو صار شنو شنو حكايه. عملنا تقرير بصوت جميل الدخلاوي في كاس عام ساهم على شنو؟ حكينا كيفاش زعما الثوره نتاع 14 جونفي شكون اللي عملها وخذينا فما الحاجات اللي سمبو ما عادش تصويره نتاع اللي شاد الخبزه اللي شاد القفص وبدلنا الريوس نتاعهم هيا حطيناها في يظل اللي شال في البوتو هذيك وتعيط وبدينا بدلنا الراس وحطينا الراس نتاع جوهر التيس. تغشت كيفاش قلت تبولدوا على خلق ربي وتقلق تقلقت برشا تقلقت اي ومن بعد ما قابلتهاش ما حكيتوش لا عمرنا ما تقابلنا وقفت غادي الحكاية وقفت غادي قلت لك ماشي في بالها جميل الدخلاوي خاطر جميل الدخلاوي ليلة اللي تعدات هذيك بعث لي على الفيسبوك على الفيسبوك كمان مش قولك بصوت واش قال لي قال لي انت كور كيما تحب وانا ناكل السب اما برافو كمل نعم كمل خاطر برشا عباد ما يجي في بالهم جميل الدخلاوي ثم برشا ناس رديتهم مشهورين صحيح تنقد انت لكن على ما يبدو اللي تنقده يتلنسى يولي مشهور برشا كيما كل نهار تحكي عليه هالشخصيات هذه الكل مثلا 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 سيد احمد ابراهيم دايما الاخر الكل ما احناش قاعدين نشوفوا فيه مثلا سيد احمد ابراهيم تو تراه كان في جيش خوك تو عنده شهر ما تراه كان في جيش خوك هذه تتسمى دعايه دي لا ماهيش دعايه سكتش تكتب قبل الصوت هو تكتب سكتش ما عندك الفكره من الاول مثلا تو مثلا ناخذ احمد ابراهيم احمد ابراهيم عنده اكتواليتي دونك سيس خوك باش تبني على الاكتواليتي اللي عنده هو ولا الخدمه اللي مش عاده في الجنيه باش تبني على الاكتواليتي نتاعو ما تجيش مثلا الاكتواليتي عند احمد ابراهيم ونحكي انا على نجيب مختار تليب يحكي عليها مادام هو غاديك سليب حبيت نحكي حاجه مع ميغالو اللي حبيت نقول الساعه ولن هي ظاهره ظاهرة وسيم ميغالو هي ظاهرة لكن كل ظاهرة نعرفه اللي تجي وقت وتمشي هذاك علاش أنا تساءل الوسيم شخصيا معناتها بالرغم اللي أنا فان واللي متبع وتعجبني الكتيبة متاعك وعلى هذاك سيدي الكريم نقول لك ما عندكش الحق ما تتلهاش بروحك ما عندكش الحق ما ت... ما ت... ما 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 هالموهبة العصامية نتاعك اللي هذية تخليها مفرتة أنا من رأيي وهذا يا شيء نعرفه ويلزمه كونك لازمك تلقى طرق وثنية أخرى باش تزيد تطور الموهبة هذية تقنيا اش معناتها نقول تقنيا مثلا عندك أفكار تهبل في الغناء نوال يبدا يقلد ولا يبدا يغني هذا يطلب منك كمحترف يطلب منك كظاهر نحبه حتى نحن نستحفظوا عليها يلزمك تمشي تعمل دروس في الغناء يلزمك تعمل معناتها دروس حبيت نقول مش تقول لي مغني لكن الايقاعات والريتم والطبقات هذيك الفوكاليز معناتها الفوكاليز اللي هي راهي مش قرايه وانما رسكله انا معناتها يعني اللوم اللي مستسهل بنفسك برشا راهي هالموهبه هذيا نحن لازمنا نحافظوا عليها اذا كان انت ماك باش تحافظ عليها على هذاك شخصيا ننصح وسيم نقول اللي الفوكاليز راهو مهم اللي راهو يعني تدخل رسكله في طريقه العمل نتاعك والمهنه نتاعك خليها تطول لنا اكثر نعرفوا اللي سيبتك حاولت تجرب في الـ في الـ في الـ في المسرح وما خطفتش وطوميو معناتها راهو ماهوش يلوم وانما بالعكس عرفت قدرك عرفت قيمتك ولذا ما نقولش انا يمشي يعمل مسرح او يستغلوك مسرحيا وانما نقول وسيم يلزمك تفيق تفيق على روحك كلمة يكون كبيرة لكن تفيق للمحافظة على هالظاهرة هذه خليها تعيش معنا أطول ما يمكن لو أنت تقول لي معاك أنا تو مثلا في حكاية الغناء معاك على الأخر أما كيفاش تعمل هذه معناها أون باراليل على الخدمة نتاعك بتزيد حاجة أخرى ولا؟ لا لا ما تزيدش هي بيدها علاش نقول لك أن الظاهرة تنجم تبور يعني تحفى تحفي يعني بتبديل الجو دروس اخرى مغايره في الفوكاليز في الالقاء في الاشياء اللي هي عندك دوناتور باش ما تنجم كان تضيف لك ما تنجم كان تعطي انوتر بلوس
نحكي على الشيء هذايا معناتها بالرغم انت عصامي اللي انت وحدك تكونت واللي مشروع مشروع مهم برشا تو في ليميسيون نمشي توا نعمل فوكاليز شنو هي الاستراتيجية نتاعك باش تطور الخدمة نتاعك التمسيح مثلا شفناه بعد الميسيون لا بعد بعد التجربة هذيا شنو باش تعمل تو التمسيح شفناها تجربة جديدة شفناك كوسيم كمنشط اسكو غدوة باش نشوفك مقدم تاع برامج اسكو باش نشوفك ممثل في التلفزة اسكو باش نشوفك في السينما هذا هو السؤال معناتها حاجة باهية انك تطور هذا هو المطلوب لازم. لكن في أمة ثنية مش تطور ماذا بينا نعرف شنو مشاريعك المستقبلية ولا اليوم وكلتك الخدمة وما تكش قاعد تخمم في غدوة شنو باش يعمل وسيم لا ديما خمم في غدوة شنو مش يصير غدوة مع وسيم كما قال سليم المسرح جربته ما مش ما مشاش ما مشاش ما الوقت ما عادش فهم خاطر نهار كان تحب نحسبوه انا قداش بين هذه وهذه وهذه ما عادش تخلط باش تعمل مثلا حتى بروغه بساعه في المسرح ساعتين صباح مقسوم على موزايك والعشيه ولد عندي موزايك خدمه اخرى مع ابو بكر وساعات تواتي بنهارتها عندي جينيول وعندي اون باراليل معاها شو اسمه في الزابينج وساعات جميل دخلين معناها الخدمه هذه مينيموم تحب لها 13 14 ساعه ولا 12 ساعه كيف ساتطور؟ كيف ساتطور؟ يا فوزي نقول لك شنو باش نعمل؟ قول لي بتلاه انا حرت ما كنتش الاجابه بتلاه قول لي بتلاه قول لي انت توا نحرك فمي زعما زعما انا قلت فيك اي برا يمشي خويا يا ولدي انا خويا يا ولدي يا ولدي انا خويا بالله قلت لها لا خويا قول لي شنو هو الحل قلت لها تو نشوف خلينا نجربوها هاي نبداو هاي سيدي لازم تخمم 10 سنين لقدام 15 سنه لقدام شوف طب بعد ما نخرج تو نقول لك اش تعمل على ذكر الفوكاليز بحذانا نوال غشام اي انا مش نعطي الميكرو لنوال ولا نخليه عند الميجالو بحذاك الميكرو ميجالو بحذاك الميكرو صدقهمش اشاعات فين الميكرو؟ من غير ميكرو من غير ميكرو من غير ميكرو عيني يا لالا صوت شكون صوتي انا صوتك انت ولا صوت شكون ها تو مش تبدا نوال تو ديو بري لا من صوت طب طب الخير هاي برمج هيك برمج عيني يا مش عم غني وعدو هاي بره عري بري عري به دوري منك عيني يا لالا روحي يا لالا عيني يا لالا طب هلا موسيقى يا لالا تدلل يا الغالي يا بدري في الليالي أما الغرب لا طب طب هذه كان ديو جديد والله بيه سيدي لا شنو رايك في الديو نعملوه بعد مش خاص في الجينيول يتعدى والله مش خاص ها لونس مونيت صحاح ها ولا هذا صحاح لونس مونيت صحاح عندك فيها 20% هذيك شكرا لك وسيم سؤال اضافي سؤال اضافي اضافي صغير برك لا انا خاف منه سليم والله سليم كي يتكلم خاف لا والله لا والله قبيله قال لي ظاهره اسمع قال لي ظاهره في بالي على الخلعه نتاعي عملت لك مش انا عندي مشكله يا وسيم انا مشكلتي في البابيون نتاعك خلي جاوب تفهمي انا كان ناحيه هذيك ما هي مني حد خليها على خاطرك انا عندي مشكله مع سليمان سليمان بيرسوناج نحب تو نشوفوا في علاش ولا لا دبروا لنا كي نصوروا في التمساح معز وجماعه معانا قلت ليش ليه حكيت سليمان شدنا في سليمان يا ولدي خليه قلت سليمان يا ولدي يقتل هذاك هو سليمان. سليمان خلينا سليمان سليمان المره الجايه نخدموا على سليمان المره الجايه نجيبوا سليمان في حلقه من الحلقات القادمه ولدي عمره 5 سنين صدقني سليمان هذايا مرجني بسليمان يبدا 5 سنين ما 5 سنين ونص يا سليمان يقول لي مثل لي انت ميقالو يا بلدي انا ليت عميلك التمساح انكرويابل اسمع هو تمساح النمر حكيت نمر ليه مره قالها الباجي حكايه شادين له فيها حكيت نمر تعرف حكيت نمر اي رمضان اي خويا خلينا نشوف باعه وشريته اي فهموش هو بحاله سي فوزي قال باش ندخل دخل الحياه السياسيه وسي العجمي بحاله في الحياه السياسيه عجب اجي معنا نداء تونس في بحاله وتو هو يمشي في بلاصتك بحاله حركة نار اش قوي بحاله انا قولي انت عندك موهبة صوتية لاني مش عندك بالرسمي معنا بالحق بالحق من جد معنا عندك هذه موهبة عطاها لك ربي سبحانه وتعالى
ومعها هي ثم حضور البديهة هو اللي يخليك أنك تلتقط ربما معنا موقف معين ولا تطور ولا حاجة. في بالي ربما تحتاج فبدي شيء من المساعدة في تقديري. وفين واحد يستوعب كل ما يجري أنت تتابع كما قلت الأحداث، لكن المهم ربما تلقى شيء من الاستشارة الضرورية فبدي. حاجة أخرى ما أعتقد أن تعمل فيها هو أنه كي تنقد تنقد بمحبة وبمودة، ما يشعرش الشخص اللي أنت تقلد فيه ولا تتكلم عليه اللي كانك عندك تجاهه عدائية ولا كراهية ولا تصفية حسابات ولا بنتوات فبدي. هذا اللي يخلي خاطر توضم شخصيات اللي تقلد فيه، ما كل شخصية محبوبة هي أو شخصيات داخل تحية التوانسة، ماكش انت تجين في شخص يعني مش معناها نكره، اللهم الشخصيات اللي انت اللي انت ذكرتهم ولا رجتهم. ففي تقدير الموده ذيك والمحبه اولا تخليهم هم بيدهم محببين للناس، رغم انت حتى في موقف هزلي ولا موقف معناها مضحك، والرساله اللي تحب توصلها توصل كما حبيتها انت معناها بكل المشاعر اللي عندك نتاع الموده هذيك. وذاك علاش الرد نتاع النايبه جوهر التيس نستغل المناسبه، ربما شعرت اللي كلي ثم كان عمل الإساءة قد تكون مقصودة قد تكون مش مقصودة، وأنت لابد تعذرها في الجانب هذا، حتى كان هي اعتبرتك ماكش أنت، اعتبرت أنه جميل الدخلاوي هو اللي عمل الشيء هذا. وأنا على فكرة بالمناسبة برشا سألوني الوقت ذاك إيش رأيك في جميل الدخلاوي، يأخذوا معناها يعني الريبورتاج اللي أنت عملته فهمتي اللي عملته بصوت يعني أنه وصل للناس فهمتي، برشا قالوا إيش رأيك أنت في جميل الدخلاوي، مش يقصدوا شخصه هو انما يقصد المضمون اللي انت قدمته. فنشجعك فبدي. وبالنسبه للعرض نتاعك للاسف معنا يعني مش ما تقولش معنا اقل من انت غادي يقعد في بلاصه هذا هكاو علاش قام علينا في حياتهم بدل خذ هكاو. وبالمحبه نختموا اللقاء نتاعنا بكل محبه وبكل موده وبكل اخلاص. نختموا اللقاء اي نعم معتدي فيه ينتهي اللقاء. شكرا لك وسيم الحريزي، شكرا لك سي العزمي الوريمي، شكرا لك نور الغشام، شكرا لك سي فوزي الزردكي. سليم تحيه خاصه لك، تحيه لكل فريق البرنامج، ان شاء الله ترجع لنا معايا الاسبوع الجاي في صحه جيده. الى اللقاء في كلام الناس.